معكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. مجلس إدارة النادي الأهلي يجتمع غدا. شيرين شمس يجتمع بالمرشحين في انتخابات الأهلي الأحد المقبل. والأهلي واصل الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحد. مجددا والى التفاصيل، يعقد مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر اجتماعه في الخامسه مساء غد الثلاثاء ليحث العديد من الملفات الهامه. وياتي على راس جدول اعمال المجلس اعتماد الميزانيه المخصصه لاجتماع الجمعيه العموميه القادمه لانتخاب مجلس اداره جديد يوم 30 نوفمبر الجاري. كما يناقش المجلس ملف الانشاءات سواء في مقري النادي بالجزيره ومدينه نصر أو بفرع الشيخ زايد، فضلا عن طرح العديد من منافذ البيع ومناقشة ملف النشاط الرياضي. اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي اجتماعا مهما الأحد المقبل مع جميع المرشحين للانتخابات المقرر لها 30 من نوفمبر لإبلاغهم بالتعليمات والقواعد الواجب تنفيذها يوم الانتخابات. وقال شيرين شمس أن الاجتماع بمرشحي الانتخابات سيكون في حضور مندوبي الجهة الإدارية وأيضا مندوب من الهيئة القضائية، وسيحدد فيه كل مرشح عدد المندوبين والذين سيتواجدون معه يوم الانتخابات مع تحديد موعد فرز أصوات الصناديق وغيرها من الأمور التنظيمية لهذا اليوم. يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعداداته لمباراة الإنتاج الحربي في الجولة التاسعة للدوري والمقرر لها الخميس المقبل على ملعب السلام. وخاض الأهلي 3 مباريات فقط في الدوري بسبب ارتباطاته الأفريقية وله 7 نقاط. أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني أنه سيخضع لكشف طبي عقب العودة من السعودية لمعرفة طبيعة إصابته ومدة الغياب المتوقعة. وكان ربيعة قد فشل في استكمال مباراة المنتخب أمس أمام غانا بعد إصابته في منتصف الشوط الأول في العضلة الضامة. وتوجه ربيعة مع المنتخب إلى السعودية لأداء مناسك العمرة عقب النجاح في التأهل للمونديال بعد غياب دام 28 عام. يصل الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للقاهرة اليوم الاثنين بعد المشاركة مع منتخب بلاده أمس الأول في الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال 2018. وشارك معلول في مباراة تونس وليبيا في ختام تصفيات مونديال روسيا والتي انتهت بالتعادل السلبي ليتأهل نسور قرطاج إلى كأس العالم المقبل.
أكد نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي على أنه تم التأكد من سلامة علي معلول لاعب المنتخب التونسي والنادي الأهلي قبل الدفع به أمام ليبيا بتصفيات المونديال والتي انتهت بالتعادل السلبي، ومنحت نصور قرطاج بطاقة التأهل للمونديال. وأشار مدرب تونس أنه يشكر النادي الأهلي على السماح لمعلول بالتواجد مع منتخب بلاده في المعسكر من البداية، على الرغم من أحقية الأهلي في رفض تواجد اللاعب إلا في الموعد المحدد من الفيفا. وأضاف معلول موقف محترم من النادي الأهلي، واللاعب سليم وجاهز للمشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة. يعود أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الاثنين استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي. وكان توفيق قد غاب عن الأهلي بسبب الإصابة والتي لحقت به، وكانت عبارة عن آلام شديدة في الظهر تسببت في غيابه عن لقاء الفريق أمام تليفونات بني سويف في كاس مصر. يبدأ كريم نجد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريبات الجري خلال ميران الفريق الأحمر الجماعي مساء اليوم الاثنين استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي. ويعاني نجد من آلام في الظهر أثرت على العضلة الخلفية، وغاب بسببها عن مباريات الأهلي الأخيرة. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي. حازم اهلا بيك. اهلا بيك فيروز، واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. حازم احكي لنا عن ميران النهارده. بالفعل النهارده واصل الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته استعدادا لمباراته امام فريق الانتاج الحربي ان شاء الله باذن الله يوم الخميس القادم في اطار مباراه الاسبوع التاسع من مسابقه الدوري. قبل بدايه المران النهارده كان في محاضره فنيه للكابتن حسام البدري مع اللاعبين، اكد خلالها كابتن حسام البدري على اهميه المرحله اللي جايه ديت، ان احنا عارفين ان الاهلي هيبدا يوم الخميس ان شاء الله باذن الله مع الانتاج، وهيلعب ماتشات مضغوطه قوي كل اربع ايام مباراه. فكابتن حسام البدري اكد على ان الفتره اللي جايه محتاجه تركيز جامد جدا من اللاعبين على امل تحقيق الفوز في المباراه القادمه واعتلاء صداره مسابقه الدوري مره اخرى ان شاء الله. بدأ المران النهارده بفقرة الإحماء والتدريبات البدنية، هي الفقرة اللي قطعها كابتن أنيس الشعلالي مخطط الأحمال في النادي الأهلي. أكد خلالها كابتن أنيس على اللاعبين الاهتمام بالجانب البدني لمواجهة ضغط المباريات في الفترة القادمة. بعد كده أدى الفريق التدريب على بعض الجمل التكتيكية والخططية، وديت ممكن يلجأ ليها الأهلي لمواجهة التكتل الدفاعي المتوقع من فريق الإنتاج. وركز الجهاز الفني للأهلي على ضرورة استغلال الأطراف وإرسال الكرات العرضية وعمل كثافة هجومية. بعد كده اختتم الفريق تدريبه بتقسيمة قوية في منطقة الملعب ركز فيها الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري على اللعب السريع من لمسة واحدة والضغط على الخصم والتحرك بدون كرة، وتواصل فيها أحمد حمدي تألقه وظهر بشكل كويس جدا. طيب نعم. طيب حازم، هل وضحت إصابة رامي ربيعة ومدة غيابه؟ هو رامي حتى الان مع المنتخب، طلعوا من غانا للسعوديه ادوا مناسك العمره، وبكره ان شاء الله باذن الله هيكون موجود وهيخضع للكشف الطبي من خلال الدكتور خالد محمود. طيب هل كان في اي تعليمات او جلسات بين كابتن حسام البدري واي واحد من اللاعبين، اي جلسه خاصه تمت؟ لا، النهارده بس كان في منتصف الملعب كابتن حسام البدري اتكلم مع دكتور خالد محمود عن حاله اللاعبين. هو النهارده شفنا اكرم توفيق انضم للتدريبات الجماعيه، كان في محمد نجيب وكريم ندفد ادوا تدريبات تاهيليه من خلال الجري حوالين الملعب وتدريبات في الجيم، كمان ازارو عنده اجهاد شويه فادى تدريبات تاهيليه واستشفائيه. هو كان كابتن حسام البدري
بيستعلم الموقف اللعيبه ديت من الدكتور خالد محمود. حازم برعي مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. احتفل احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بمولوده الاول والذي اطلق عليه اسم عادل. ونشر الحارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورته برفقه مولوده قائلا: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بمولود اسميته عادل، اسال الله ان يبارك فيه وينبته نباتا حسنا، وان يرزقني بره ويبلغ اشده، وان يجعله من عباده الصالحين ومن حفظه كتابه الكريم. وفي خبر آخر، أثبتت الأشعة التي أجراها محمود رزق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي إصابته بتمزق في رسغ اليد ليغيب عن فريقه في المواجهة المقبلة أمام الأهلي. وتعرض اللاعب للإصابة خلال ميران الإنتاج الحربي أمس الأحد، ليبحث مختار مختار المدير الفني للفريق عن بديل للاعب في المباراة المقبلة والمقرر لها يوم الخميس. فاصل قصير ونعود إلى أخبار المنتخب الوطني. وإلى أخبار منتخبنا الوطني واتحاد الكرة، حيث أدى الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني مناسك العمرة صباح اليوم بعدما توجه الفريق إلى الأراضي المقدسة عقب خوض مباراة غانا أمس في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا. وحرص العديد من لاعبي المنتخب على نشر صورهم على موقع انستغرام بملابس الإحرام قبل أداء مناسك العمرة. وكان تركي الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية قد وجه الدعوة إلى بعثة المنتخب المصري من أجل أداء مناسك العمرة والاحتفال بتأهل الفراعنة إلى مونديال روسيا 2018.
قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن مباراة كأس السوبر المحلي بين الأهلي والمصري ستقام يوم 12 من يناير المقبل. وأضاف حسين أن موعد المباراة محدد، لكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على الدولة والتي ستستضيف المباراة، موضحا أن هناك مفاضلة بين دول السعودية والإمارات والأردن لاستضافة المباراة. تلقى مسؤولو هيئة استاد القاهرة الدولي موافقة رسمية من الجهات الأمنية على استضافة مباراة المنتخب الوطني أمام النيجر والمقرر لها في 27 من مارس في الجولة الثانية لتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون باستاد القاهرة في حضور الجماهير. وكان اتحاد الكرة قد طلب من وزير الرياضة والجهات الأمنية عودة استاد القاهرة لاستضافة مباريات المنتخب في الفترة المقبلة بعدما استضاف استاد برج العرب مباريات المنتخب في السنوات الخمس الأخيرة. طلب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني من مجلس إدارة اتحاد الكرة الحصول على إجازة طويلة عقب العودة من السعودية بعد نهاية الارتباطات الدولية حتى مارس المقبل. وجاء طلب كوبر في ظل عدم وجود ارتباطات رسمية للمنتخب حتى مارس المقبل، حيث يلتقي الفراعنة مع النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2019. الأخرى، حيث يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الأهلي أولى مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز في 8 مساء اليوم بمواجهة فريق القاهرة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وتعد المباراة هي الأولى للفريق هذا الموسم والذي يسعى فيها الأهلي تحت القيادة الفنية لمحمد مصلحي لاستعادة لقبي الدوري والكاس ومواصلة الاحتفاظ بلقب بطولة أفريقيا. وكان الفريق قد استعد للموسم الجديد بمعسكر في مدينة الإسكندرية الأسبوع الماضي، خاض خلاله 3 مباريات ودية بالإضافة لإقامة المران خلال الفترة الحالية على فترتين صباحية ومسائية 3 أيام في الأسبوع. فريق شباب طائرة الأهلي تحت 19 سنة بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق بتروجيت في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي البطولة.
وسيطر الأهلي على مجريات المباراة وتمكن من حسمها لصالحه بنتيجة 3-0 ليتوج بلقب منطقة القاهرة. ويضم الجهاز الفني للفريق محمد مسلحي رئيس جهاز الكرة الطائرة رجال والكابتن جابر عبد السلام مدرب ورمضان عبد الحميد إداري. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف الكابتن جابر عبد السلام مدرب فريق الاهلي. كابتن جابر اهلا وسهلا بك، الف مبروك التتويج بالبطوله. اهلا وسهلا بك واهلا وسهلا بقناه الاهلي اللي دايما بتتابع الاحداث الرياضيه بصفه عامه والبطولات بصفه خاصه بالنسبه للنادي الاهلي. اهلا بك. الف مبروك على البطوله كابتن جابر، احكي لنا عن المنافسه، هل كانت صعبه؟ والله الله يبارك في حضرتك الاول، وبعدين المنافسه كانت طبعا صعبه لان منطقه القاهره بتضم دايما باستمرار الفرق اللي بتحصل على المراكز من الاول للرابع، وكانت البطوله عباره عن 12 فريق بتمثل 12 نادي في منطقه القاهره، والمسابقه الحمد لله ربنا رب العالمين ان الفرقه قدرت تكسب كل المباريات 3-0 ما عدا مباراة الشرطة، نادي الشرطة كانت 3-1 وتوجنا الحمد لله بالبطولة. طيب كابتن جابر، ايه هي مشاركات الفريق الفترة اللي جاية او البطولات اللي المفروض انه يشارك فيها؟ هي بطولة منطقة القاهرة بتأهلنا ان شاء الله مباشرة، بتأهل من الاول للسادس لبطولة الجمهورية. طبعا في 36 منطقة على مستوى الجمهورية بيتاخد منها الاول والثاني ما عدا منطقة القاهرة لأن عدد فرقها أكبر، بياخد منها 6 بتتأهلوا لبطولة الجمهورية اللي بتنظم مسابقتها الاتحاد المصري للكرة الطائرة. فإن شاء الله الفترة اللي جاية إن شاء الله اعتبارا من يوم السبت هنبدأ بعد الراحة السلبية اللي احنا بدأناها النهاردة، هنبدأ فترة الإعداد الجديدة لبطولة الجمهورية إن شاء الله. كابتن جابر، كم عدد الشباب دلوقتي اللي عندك في الفريق اللي تتوقع ان هم ينضموا للفريق الاول في الاهلي؟ والله انا عندي اغلب اللاعبين بيدعموا منتخب مصر للناشئين وللشباب، واغلب اللاعبين لعبوا بطولات افريقيه على مستوى الناشئين والشباب، ولعبوا كمان كاس عالم على مستوى الافريقي والمستوى الدولي. في اكتر من لاعب طبعا يبشر بخير ان شاء الله، في كابتن ميدو بالتنسيق انه هو بيقدر ياخد لعيبه من عندي علشان يكتسبوا الخبره من المستوى الدرجه الاولى، ففي منفعه متبادله ما بيني وما بين الدرجه الاولى عندنا، ان هو الكابتن ميدو لما بيكون عنده اصابات بياخد لاعبين من عندي بيسد العجز عنده، وفي نفس الوقت بياخد لاعبين عشان يحفزهم ويحفز الباقي ان يطلع للدرجه الاولى. عندي 3 لاعبين بيصعدوا بصفه مستمره مع كابتن ميدو اللي هو يوسف حمد الصافي ويوسف السرجاني وعمر ياسر. في المستقبل ان شاء الله في طبعا في محمد عبد الرحمن الحسيني لعيب كويس، في حماده عثمان لعيب طوله 2 متر 12 ويبشر بامل كبير، وحتى كمان فرقه 17 فيها لاعبين كثيره قوي ان شاء الله هيطلعوا ويمثلوا النادي الاهلي في الدرجه الاولى ومنتخب مصر ان شاء الله. بإذن الله كابتن جابر عبد السلام، أكيد كل التوفيق ليك وللفريق ومزيد من البطولات ليك وللفريق وللقلعة الحمراء. شكرا جزيلا ليك، كنت معي عبر الهاتف. قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمي. إلى جولة في الملاعب العالمية والبداية من إنجلترا، حيث علق البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي على أنباء اقترابه من الانضمام لصفوف برشلونة الأسباني خلال الانتقالات الشتوية المقبلة بأنه سعيد باللعب في ناديه.
وأضاف كوتينيو في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبريس البريطانية أنه يلعب حاليا في الدوري الإنجليزي وهو واحد من أكبر الدوريات الأوروبية ومع فريق ليفربول، مؤكدا على سعادته بالتواجد في الفريق. وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة قدم عرضا مقابل 120 مليون يورو بصورة رسمية إلى ليفربول، وذلك بعد مطالبة أرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوغرانا بالحصول على خدمة اللاعب في أقرب وقت ممكن. البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الأسباني عن مولد رابع أبنائه، حيث أنجب من صديقته طفلة تدعى ألانا مارتينا. ونشر رونالدو على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه مع صديقته جورجينا رودريغيز وابنه الأكبر والبالغ من العمر 7 أعوام، وعلق قائلا: ألانا مارتينا ولدت حالا، جيو وألانا بصحة جيدة، إننا سعداء للغاية. ويرتبط رونالدو بعارضة الأزياء الأسبانية جورجينا منذ العام الماضي، وأنجبا أيضا توأما تياغو وإيفا في يونيو الماضي عن طريق أم بديلة. الغريب أن جورجينا كانت في أجمل صورة بعد الولادة مباشرة. في خبر ثاني، شهدت مفاوضات بين باريس سان جيرمان الفرنسي مع الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي لخلافة الأسباني أوناي أمري في تدريب الفريق تطورات حاسمة خلال الساعات الماضية. والتقى وكيل أعمال كونتي مع إدارة باريس سان جيرمان وأبلغها بموافقة المدرب على قيادة الفريق الفرنسي خلفا لأمري. وذكرت صحيفة مترو البريطانية أن رومان إبراموفيتش رئيس نادي تشيلسي بدأ بالفعل في البحث عن مدرب جديد، وقد يحسم قراره النهائي قبل يناير المقبل. رفض البلجيكي كيفن دي بيروان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي المقارنة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرا إلى أنه لا يحب المقارنات مع أحد ولا يهتم بها على الإطلاق. وجاء تعليق دي بيروان ردا على تصريحات روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي حول قدرة دي بيروان أن يكون الأفضل في العالم على غرار ميسي ورونالدو. وقال لاعب السيتي: لا أفكر سوى في مساعدة فريقي لتحقيق الفوز، أحاول تقديم مستوى جيد ومنح البطولات لفريقي. أعلم أن الجوائز الفردية لن تتحقق سوى بتحقيق الألقاب الجماعية. أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الجمهورية. الأهلي يستعد للعودة للدوري عبر الإنتاج الحربي. من الوفد مجلس الأهلي يجتمع غدا. من المصري اليوم: مروان محسن يعود للمنتخب من بوابة إنجلترا. ومن الوطن سبورت: أكرم توفيق يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي. ومن البوابة نيوز: برنامج تأهيلي لنجبد استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي.
ومن الفريق علي معلول يعود للأهلي من تونس. ومن فيتو حسام البدري يطلب تقريرا رقميا عن الإنتاج الحربي. من دوت مصر جهاز الأهلي يدرس الإنتاج بالفيديو قبل مواجهة الخميس. ومن الأهلي دوت كوم حالة رامي ربيعة مطمئنة بعد إصابته أمام غانا. ومن يورو سبورت عربية تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 13 نوفمبر من عام 1964 واجه الأهلي فريق خفر السواحل والذي تغير اسمه بعد ذلك إلى نادي حرس الحدود لأول مرة في تاريخهما بالإسكندرية ضمن فعاليات الأسبوع الثاني للدوري الممتاز. انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله حلمي سليمان. زي النهارده ايضا في 13 نوفمبر من عام 1960 في ختام الاسبوع السادس فاز الاهلي على طنطا بخماسيه سجلها كل من شريف الجندي هدفين، ميمي الشربيني مثلهما، وطه اسماعيل هدف. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة نادي الأهلي. دمتم في أمان الله.